ملف الفساد، الحمد لله الدولة المصرية عندها إرادة قوية جدا في التعامل مع هذا الملف، والضرب بيد من حديد على المفسدين، كبار المفسدين كمان، لأنه قبل كده أقول لك دول لا بعيد، دول لا. فأنت لما بتشوف الكبير اللي يعني بيبقى لازم يحاسب ويساءل، فبيبقى أنت كده بترسي قاعدة على الأرض أن الدولة لن تتهاون مع أي حد، وأن القانون هينفذ على الجميع. إيه بقى الواقعة اللي حصلت بقى وهيئة الرقابة الإدارية تعاملت معاه؟ هيئة البريد، الواقعة حصلت في هيئة البريد، تم الكشف عن أكبر عملية غسيل أموال تمت عبر استغلال حسابات بريدية تم إنشائها في محافظة مطروح، وحصل أنه تم غسيل أكتر من مليار جنيه بطرق غير مشروعة. على لسان رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد السيد عصام الصغير، قال إن إدارة مكافحة غسيل الأموال بالهيئة تمكنت إنها ترصد بعض العمليات المشتبه بها بعد ما تلاحظ إن في عدد كبير من التحويلات المالية بمبالغ متفاوتة على حسابات بمكتب بريد مطروح، وحصل التحويل ده لمكاتب بريدية في عدد من محافظات الصعيد من بينها الأقصر وأسوان وأسيوط. والنيابة العامة النهاردة تحفظت على جميع ممتلكات المتهمين في هذه القضية طبعا، وجاري التحقيق معهم. خلونا نفهم الموضوع ده ايه اللي حصل بالظبط، لان ممكن يكون في تفاصيل، ايه غسيل اموال وايه موضوع حسابات وهميه وبعد كده تتنقل لحسابات تانية في محافظات تانية. معانا على التليفون استاذ عصام الصغير، رئيس مجلس اداره الهيئه القوميه للبريد. برحب بحضرتك معانا يا استاذ عصام، مساء الخير. مساء النور يا فندم. اهلا وسهلا بحضرتك. ممكن كده تفهمنا الواقع يا فندم، ايه اللي حصل بالظبط؟ والله احنا كنا من فتره، انت عارفه النهارده البريد بقى اغلبيه الاجراءات اللي بتتم فيه كلها مميكنه، وبعدنا الحمد لله يعني انظمه من افضل الانظمه اللي موجوده في العالم. تمام. وبالتالي بنقدر نتابع كل المعاملات الماليه، سواء حوالات او ايداعات او تحويلات الحسابات ما بينها وما بين بعضها، وده اللي تم فعلا. من فتره بدات الانظمه تشتبه في بعض التحويلات اللي بتتم في مرسي مطروح وبعض محافظات الصعيد. وعدد كبير من الحوالات، انت عارفه الناس اللي بتحاول تعمل غسيل اموال بيتبعوا طرق ملتويه كتير، على اساس ان يمكن يكون الجهه اللي بيحولوا عندها شغاله يدوي او ما عندهاش الانظمه الحديثه اللي ممكن تتبع التحويلات. الانظمه عندنا فعلا اشتبهت بعض التحويلات، فورا تم التنسيق مع الوحده المركزيه لمكافحه غسيل الاموال بالبنك المركزي بالجهات الرقابيه بالأمن ومباحث البريد، وفعلا تم مراقبة الحسابات وتم مراقبة الأشخاص على فترة وتحليل كل التحويلات اللي بتتم، وده الحمد لله اللي وصلنا يعني داخل. الأشخاص المتهمين دول بنتكلم في يعني أشخاص عادية بيعملوا بالتحويلات ولا بالاستعانة وبترتيب برضو مع موظفين في هيئة البريد؟ يعني الموضوع ده تم إزاي؟ إحنا طبقا لبيان نيابة، إحنا عندنا تقريبا في حوالي 15 مواطن مقبوض عليهم، في 5 موظفين من البريد برضو خاضعين للتحقيقات حاليا، ما نقدرش نقول تفاصيل مفهوم طبعا تحت التحقيقات، بس النتيجه ان الحمد لله قدرنا نحط ايدينا على رقم كبير بيتكلم على فوق المليار. انا هتكلم في ده تاني، بس خلينا نقف قدام الجمله الاولانيه حضرتك بدات بيها كلامك، ان التحول الرقمي والميكنه، لما كنا بنقول ان ده بيقلل بقى الفساد والعنصر البشري، لكن كمان بيتيح لنا انه ما بيكونش فيه تلاعبات، والقصه قصه ورق وتتظبط، فيبقى الموضوع ده قدام عينينا، نقدر لو في اي حاجه غلط نحط ايدينا عليها على طول. فيمكن دي نقطه مهمه يعني وجب لفت الانتباه ليها استاذ عصام. متفق معاكي تماما، انه بدون التحول الرقمي وبدون النهارده بقى عندنا حجم تحولات كبيره جدا، حجم اموال بتتنقل كتيره جدا، لو احنا لسه شغالين يدوي زي زمان كان مستحيل ابدا، مستحيل الاف التحولات اليوم. طيب هو معلش، هو ده بيحصل يعني يعني بالبلدي كده فهمني، موضوع غسيل الاموال والتحويلات دي، يعني هم كانوا فاتحين حساب على سبيل المثال، انا ممكن احط رقم كبير في حساب وبعدين نبدا نعمل من الحساب ده حوالات صغيره لعدد كبير من الناس في محافظات مختلفه، بحيث يبقى حجم الحواله مبالغ مش كبيره، صغيرة مبالغ بسيطه، على امل ان الانظمه مش هتقدر تتابع الارقام دي. اللي بيحصل، لا، الانظمه الحديثه النهارده بتتابع الأشخاص وإيه الحسابات اللي بيحصل فيها باترن معين، أرقام من الرقم القومي. النهارده كل عميل بيتحول له فلوس أو بيحول فلوس عندنا بيانات كاملة. الأنظمة بتراقب ده على مدار اليوم، وبتقدر تبدأ تحط
تقييم لكل شخص بيعمل بعض الحوالات أو بعض التحويلات. تمام. من هنا بنقدر ننور نور أحمر أو أصفر أو أخضر حسب نوع الحوالة. ده على سبيل المثال من التصرفات اللي كانت يعني قدرنا نوصل لها، هي بنبعت عدد كبير جدا من الحوالات في أمل إن الأنظمة ما بتقدرش تتابع الكلام ده، بس الحمد لله، يعني اتبعوا كلهم، وعلى ما أظن عدد كبير جدا تم القبض عليه. رقم كبير، مليار جنيه، أكتر من مليار جنيه، والعدد المتورط والمتهم كبير زي ما حضرتك أشرت. القضية كبيرة ومهمة، ويعني بان طبعا أهمية أن الدولة شغالة أو بتشتغل دلوقتي بالتكنولوجيا الحديثة، المكانة والتحول الرقمي، فبالتالي ده ليه علاقة كبيرة بمكافحة الفساد اللي كنا بنتكلم عنه. لكل الأحوال شكرا جزيلا لحضرتك أستاذ عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، بشكر حضرتك.